السلام عليكم، صباحكم بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. رمضان مبارك. اليوم جبت لكم العصير تاع قلب اللوز. هذه العصير تاع هندسيه وناجحه. باش تبداوها عندكم هنايا 6 كيلات تاع الدقيق. انايا خلطت درت 5 خشين وحده رقيق. بصح انتم لكن تحبوا تجيبوا حبه ديروا 6 خشين. لهنايا درت 2 كيلات ونص سكر، باسكو ما نحبوهاش حلوه، تجي بزاف 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 حلوه مع الشربات من بعدها كورده. دونك هذا هو لو بتي بو لي كيلت به الكيلات نتاعي، وهما اللي تكملوا به بعد تكيلوا. لهنايا عندكم زيت، دونك راح نديروا كيلة زيت بنفس لو بتي ريسيبيون هذا اللي درتو به لا بروميير فوا. باش نكون تسمع فو موزوري افيك ان فير و فو كونتينيي افيك لو فير. اوكي، دونك لهنايا اون موزور تاع زيت، نزيدو اون موزور تاع ما زهر. فوالا، لهنا بون خلصت لي القرعة. دونك نزيد نكمل الكيلة نتاعي من القرعة نحلها جديدة. فوالا، جوست لهنا كملت الكيلة، مي سي جوست سي لا ميم ميجور، الكيلة هي نفسها ديرو هاد الكيلة كبير. ولا هنايا زيدو كيلة تاع البن. دونك تحبو تحطو البن، تحبو تحطو الرايب، كاين لي يحطو الحليب، مي انا جو بريفير البن. هكذا نزيدو شوية اون بتيت بانسي دو سيل كيما هكا، جوغ فوالا، حفينة صغيرة برك. تبداو تخلطو افيك اون سباتول ولا اون كويير لي عندكم، تخلطو دخلو لي زانغغيديون كامل مليح في بعضاهم بوغ اوبتونيغ اون بيل تيكستور. لهنايا انا زدت فيها شويه تاع لوز محمص ومرحي. دونك نتوما تحبوا تزيدوا تحبوا ما تزيدوهاش، كيما تساعدكم. تقدروا تاني تومبلاسيوه باللوز ماهوش محمص ولا بالكاوكاو تاني ماهوش محمص، يكون ولي سي اوبسيونال. دونك لهنا جبت سنيوة تاعي، درت فيها شوية زبدة جلي بوغي، وحطيت فيها فرغت فيها لابريباراسيون تاعي. دروك نحكمها نيت عليها بلا سباتول كيما هاكا تشوفو، اي اونسويت نحكمها شغل جلا سوكو شوية سوغ لو بلون دو ترافاي كيما هاكا، باه تهبط و تولي كامل كيف كيف في نفس البلايص. لهنا نجي نطراسيها بالموس كي شغل نمور باط البلايص تاع الحبات نتاعي كيما هكا، ونرشقها باللوز ونخليها ترتاح لو طون لي يسخن لي الفرن نتاعي اللي كنا ديجا شعلناه ا 200 دوغري. ومن بعد كي يسخن مليح نحطوها طيب فيه، كي تحمر مليح 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 نخرجوها. دونك لو طون لي طيب قلب اللوز في الفور، حنا نروحو نطيبو الشربات نتاعنا. لهنايا حطيت 2 كيلات ونص تاع سكر، ورايحة نزيد عليهم 6 كيلات تاع ماء. انتوما لكان تحبوها تجيكم حلو اكثر، ديروا 3 سكر مع 6 ماء. هذا ما كان، مي حنا لهنا في الدار نقصو بزاف في سكر بلا، مي هكاك وتجينا حلوه. فوالا، دوك لهنا تخليوه حتى يهزلكم الغليه، وتحطولو اون ترونش تاع سيترون، ومن بعد دلو عليه تخليوه يطيب واحد 20 30 مينوت هكاك.
دونك ابخي لي 20 مينوت تاعنا تاع الطياب نحيو لا فرونش دو سيترون نضفيو على الشربات ونحطوها في الهيد نزمها تبرد مليح قبل ما تحطوها على قلب اللوز اللي راح تكون خارجه من الفرن يعني هي تكون سخونه بصح الشربات لازم تكون بارده لهنا نروح نخرجوا قلب اللوز تاعنا من الفول لانها تحمرت مليح 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 لازم الجوانب تاعها يكونوا كيما هكا بعد محمرين بيان من الفوق يكون طايب ومن تحت يكون طايب تاني مليح مليح امي كويسون تكونوا عاودتوا درتوا لو تراساج تاع الحبات كيما كنت نعت لكم دركا باسكو انا عاودته في الفور و دركا جيو تاني تعاودوه شوية ولا هنا تقدروا ما تعاودوش كيما تحبوا دركا نروحو نجيبو الشربات نتاعنا ونسقيو بها قلب اللوز نعمروها لازم نكوفريوها كامل لازمها تتغطى ولازمها نزيدو شويه فوق ما تتغطى ونديري تحطو لا دومي كونتيتي تاع الشربات كامل وتخليوها تشرب اي تشربها كامل نو فوز انكيتي با شوفوا ابري كيكو مينوت هاي شحت كامل فوالا دونك انايا لهنايا زدت واحد جد حطيت فوقها شويه تاع شربات تقدروا تكملوا لا كونتيتي كامله نتوما الا كان حبيتو مي انايا جي بريفيري كو ميم نحبس كيما هكا نزيد شويه ونحبس درك زيد تشربها كامل غير ما تخموش لهنايا هاي زدت شربت بوغ لا دوزيام فوا الشربات اللي زدتها لها وجات هايله خليتها بردت مليح وجيت نقصها قدامكم باش تشوفوها لهنايا بنتي راهي معايا ما صبرتش عليها حبت توتسويت تاكلها دونك فوالا كيفاش جات وكيما قلت لكم نتوما الا كان لو جون اللي تحبوها تجيكم حبحبه اذا اوليو اللي ديروا 5 كيلات خشين سميت خشين وحده رقيق ديرهم في 6 خشين ولا عجبوك اشبا جات هايله تهبل تاع الصح سواء في الغو ولا في لا كويسون جات تشهي بيان سور نبليون با مع التاي بالنعناع تاعنا تخليسيون الله الله عليه نتمنى تجربوا لا ريسيت وتعجبكم ما تنساوش ديروا لي ان بتي لايك و ان بتي كومونتير و على بروشين فيديو